وكل ضلال في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في هذه الآية كما أخبر العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن النعيم المقيم في الجنة لعباده المؤمنين، من نعيم لا يزول ولا يحول. هذا النعيم ليس لمشرك، أفهم الكلام ده؟ هذا النعيم ده لعباده المؤمنين الذين ماتوا على التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا. ربنا قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكما جاء أيضا قال عكرمة وسفيان الثوري وابن جرير وابن جريج وغيرهم من الأئمة، قالوا العلو الذين لا يريدون علوا في الأرض أي لا تكبر على خلقه ولا فسادا أي بالمعاصي، لأنه في كثير من الناس متجبرين. ربنا قال في صنف في ناس تكبروا على خالقهم الله سبحانه وتعالى زي الصوفية ديل. ربنا قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يتكبر يقول لك أنا مالي أنا ما شريفي، شريفي يقوم على حيلك، شريفي دي ما بتنفعك. ربنا قال في ناس أيضا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ربنا قال: فحسبه جهنم، مكان جهنم، ولبئس المهاد. رأنه ربنا قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألغيته في جهنم ولا أبالي. لكن هنا الشيخ بيقول لك مريدي، ده ما متكبر، مريدي أفرح وأغني ويوم القيامة الإذن مني، ده ما متكبر، ده ما متكبر. والمرغنية برضو متكبرين، ده بصوفي طبعا، مرغني صوفي، ده ما سلفي. قال شنو؟ قال: نحن المراغنة، ده ما تكبر، نحن المراغنة عن قدم الكون، مش البطيخة، الكون، الكون أعلاه أسفله في طي غبطتنا، مش المكركون ده، قال الكون، شيخ ده قال الكون، أفهم الكلام ده؟ ما قال الرشة، ولا قال الموتر جيل، لا لا لا، ولا الدفر، قال الكون أعلاه أسفله في طي غبطتنا. قالوا: ما تكنوا كدي، ده كون ده ولا هجو ده يا أخي؟ قالوا: ما تكنوا كدي، كون شنو ده يا أخي؟ ده كلام بتاع تكبر، ده كلام على تكبر، متكبرين الصوفية على الذي خلقهم ورزقهم وأطعمهم وكساهم، متكبرين متكبرين، لأنه ربنا عمل لك اذنين وعمل لك نخرين وعينين، ليش نو؟ عشان تعبد البرعي، عشان تعبد صائم ديمة، عشان تعبد الحسونة، عشان تعبد سيد ميرم، عشان تعبد هو براو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للتوحيد للتوحيد. ونحن مع الصوفية مشكلتنا كما ذكر أخونا شيخ محي الدين المرة الفاتت، ما في المولد، كلامه ما في المولد بس، كلام في شرك. صوفية لو خلوا المولد، ولو خلوا النوبات، ولو خلوا الطهرات، ولو خلوا عندهم شرك، ده أعظم مشكلة. لأنه في ناس منتسبين للسنة بيمشوا هناك بيقروا شنو في المولد؟ سيرة النبي، عاملين فيها سلفيين والسيرة من الدين، لكن ده ما محلها. والسيرة النبي ذاته هاجر ليه؟ أنت ما تبين الكلام ده؟ النبي هاجر ليه؟ ما في الموضوع ده. قال للناس:
اعبدوا الله براو. قالوا له انت ساحر وانت مجنون، بس طردوه عليه الصلاة والسلام، طردوه عديد من بلده. قال انت احب البغاء الي، لولا اهلك اخرجوني ما خرجت. خرجوا ليه؟ ما في الموضوع ذات، نفس الموضوع ذات بيتكلم فيه. قال للناس اعبدوا الله براو، ده النبي، لاحظ ده النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا له انت ساحر، بل يدعو بالحجار عديد وسالت غدماه دما. واحد يقول لك يحكي له السيره، النبي سالت غدماه دما، يبكي الصوف يبكي. باقي مالك؟ تعرف ضربه ليه؟ ما ضربه الموضوع ذات، ضربه بالموضوع ذات، لكن لانه في ناس بيكتموا الحق. ها؟ في ناس بيكتموا الحق ومدعين السلفيه ما بينوا للناس. تلقى واحد يقول لك ابراهيم عليه السلام يدعو، جدعوا مالهم؟ انت ما تقول الحاصل، جدعوا في الموضوع ده، جدعوا في الموضوع ده. حتى المشركين كانوا بيقولوا لابو طالب عم الرسول عليه الصلاه والسلام، يقولوا له انا ابن اخوك لقد سب الهتنا سبا شديدا. الرسول ما كان بيسب، لكن قال لهم خلوا الجماعه ديل، خلوا اللات وخلوا العزة وامسكوا في الله براه. عشان كده يا جماعه الموضوع مع الصوفيه ديل ما في مولد. هاي المولد صح ما من البدع ولا في طارات، انت لو حتى بتخلي الطاره وبتخلي حاجه، لكن موضوعاتنا معاهم في موضوعنا معاهم في العقيده دي. عشان كده بيجي واحد يقولك لك بيجاي يا ود بدر وما عارف يامنو، وحتى لو مسكته قبضه ساكت والله عاد عارف حاجه والله. قالوا وقعدوا داي مسكتك بس حبسي بول، حبسي بول بس يا صوفي. ما تنادي الله، الله ماله؟ ربنا قال اليس الله بكاف عبده؟ كلام ده لأي صوفي ولا أي دول بدعوا غير الله. ربنا قال لك أنا ما مكفيك، قال لك أنا ما مكفيك براي، ما مكفيك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ربنا فيه شك؟ أنت مدعين يا ربنا، ما أنعم عليك ورزقك وسواك وعدلك دمنه رب العالمين، كيف تشيل عبادة من أعظم العبادات عبادة الدعاء تديها لمخلوق زيك؟ ومخلوق قالت لو كان صالح، لو كان صالح ما ينفعك، لو كان صالح ده برضه ضلال منك. لو وديتها للنبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله الحقني وتنجدني، انت بهيمة عديل. وانا اختم لك، انت بتكون بهيمة لو قلت يا النبي الحقني. قد خلي لو خليت الجماعة دي كلهم، خليتنا الصايم ديمة والبرعي والمكاشفي، لو خليت الأئمة الأربعة ما دعيته وسألت النبي عليه الصلاة والسلام اختصرت عليه نام مدة، انت برضه مشرك، انت برضه مشرك، مع انه ده سيد الصالحين وما يجوز انك تدعوه. فما بالك تدعو لي ناس مجرمين، ناس محتالين، دول محتالين ومجرمين. والله لو كنت مشرك ما دعيت، لو كنت مشرك بدعو غير الله، دول محتالين، دول محتالين. لو وصل انا شرك في شرك تدعو الصالحين الجد، وبعد ده تشرك، وبعد ده بتكون حمار والبهيمه خير منك. الكلام ده ما شتيمه يا صوفي، بقول لك ما شتم الناس، لا لا دي ما كلام يا أنا. ربنا قال ومن اضل، اضل منه ما في كلامك شنو مع الموضوع ده، دي ايه. ربنا قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ربنا قال ده لو ناديت النبي انت مضل، انت مضل، فما بالك تنادي غير النبي ناس مجرمين. انت بتكون مش مضل، مضل دي اديها شنو التربيع زي ما بقول ولا شنو، اديها فوق تاني دبول، لانه انت بتكون مضل كبير. لو ناديت النبي انت مضل، فما بالك تدعي لي ناس مجرمين، ناس مجرمين دعوا للشرك، ناس البرعي ديل وغيره دعوا للشرك، ودي كتبهم، دي كتبهم سطروها براهم بايديهم. عشان كده ربنا صلت عليهم دعاة الحق، والله نكشفكم كشف ما الله به عليم، والله وطالله دعاة الحق
السلفيين هنا وفي أي مكان في العالم يكشفوك لما أنت تستغربوا. بقيت صوفي ما بخلوك، بقيت أخو مسلم عامل لك لحية هنا ما بخلوك، ما بخلوك، لأنه الأخو المسلم برضو رفع الصوفية دي ذاته. الأخوان المسلمين رفعوا البلد، رفعوا الصوفية في البلد دي، هم الرفعون. وديل بيجيك ليهم يوم تاني، الأخوان المسلمين ديل عندهم يوم براءة، لأنه في دعاة من بعد في أخوان مشايخ، ها؟ ديل لأنهم كتم الحق، لأن فيه سبحانه الله سبحانه وتعالى كل الأخوان المسلمين، ها؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وديل ما تابوا، عصام أحمد البشير ما تابوا، دي رسالة لك مني نتوب، لأنه أنت شكرت البرعي، شكرت البرعي، ها؟ رفعت البرعي، وعبد الحي يوسف قلت له ود اللبيد قلت جيل اتعلم منك الدين والكلام مكتوب عندنا عد. جيل له ود اللبيد بيمدح المديح شغال وعبد الحي بيسوي كذا. قال له جينا نتعلق منك الدين، اكرمكم الله اكرمكم الله، قوم فوق يا عاطل، ده مبتدع ضل ما بنخليك. وغيره، ها؟ وغيره زي ما عارف مدير التنظيم بتاع انصار السنه هناك في الصعيد قال نحن والصوفيه ما بنرضى، قال نحن كانصار سنه ما بنرضى في الصوفيه ولا الاخوان المسلمين وهم برضو ما بيرضوا فينا كانصار سنه. ودي ده شنو؟ خش بيه حمد ومرق بيه خوجه، يفهموها كيف دي؟ ده الموضوع.